أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. وبهذه المناسبة تلقى جلالة الملك حفظه الله الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19. وتأتي هذه الحملة مباشرة بعد توصل المملكة المغربية بمليونين ونصف مليون جرعة لقاح، تتمثل في مليونين جرعة من لقاح أسترازينيكا تم التوصل بها يوم الجمعة 22 يناير، بينما نصف المليون الأخرى المتبقية من جرعات لقاح سينوفا يوم 27 يناير 2021. كاميرا ايكواكتو.ما انطلقت إلى عين المكان لتتبع مجريات الحملة على مستوى مدينة الدار البيضاء. نحن هنا تنتوجدوا في مستشفى 20 غشت 1953 اللي هو تابع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وهنا هو نقطة من بين 9 نقط اللي تم تجهيزها باش تتم فيها عملية التلقيح ديال العاملين والموظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. دونك حنايا على أتم استعداد باش نبداو هذه الحملة. يعني حنا من تقريبا 10 في شهر 12 وحنايا كنستعدوا، درنا بليزيوغ سيونس دو سيمولاسيون نتاع كيفاش غادي تدوز عملية التلقيح، وكنا كوننا لجنة اللي كتكون من المدير العام للمركز الاستشفائي ومدراء جميع المستشفيات اللي داخلة في المركز الاستشفائي الجامعي، وكذلك ممثلين إداريين وممثلين عن مصلحة طب الشغل والصيدلي والصيدليين. درنا دي سيونس دو فورماسيون بور لو بيرسونيل اللي غادي يقوم بعملية التلقيح. حنا بيان سور هاد العملية غادي نديروها على مراحل طبقا للتعليمات اللي كعطيها وزارة الصحة. تستهدف حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المواطنين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة وفقا لجدول التلقيح المكون من جرعتين. تقدر نسبة الساكنة المستهدفة ب 25 مليون نسمة. ستعطى الأولوية لبعض الفئات المستهدفة لا سيما المهنيين العاملين في الصفوف الأمامية، ويخص الأمر مهنيي الصحة، السلطات العمومية، قوات الأمن، موظفي التربية الوطنية، وكذلك كبار السن والفئات الهشة المعرضة لخطر الفيروس قبل أن يشمل بقية الساكنة المستهدف. الحمد لله، l'opération de vaccination nationale a commencé aujourd'hui après l'inauguration officielle par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. On a commencé d'abord selon les doses reçues par les catégories de personnes qui sont en première ligne et par les personnes âgées de plus de 75 ans. Notre site va recevoir les gens de plus de 75 ans. Alhamdoulilah, on a commencé ce matin, on a reçu le vaccin. Et on a commencé après la sélection, bien sûr, après la vérification des coordonnées des candidats et après la vérification des contre-indications au vaccin. Donc, l'interrogatoire au début, باش كنعرفوا la personne واش عندها des contre-indications le vaccin. Qu'il y ait des contre-indications absolues ou qu'il y ait des contre-indications provisoires. Donc, pour les contre-indications absolues, l'allaitement et la grossesse. Ou la deuxième contre-indication, c'est une réaction allergique sévère suite à un vaccin ou un médicament ou une prise d'injection. Pour les contre-indications provisoires, on a la première en cas de maladie, d'infection ou bien de grippe, ou tout accès aigu d'une maladie chronique. Donc, on attend un autre rendez-vous en attendant la guérison. Pour la quatrième note, c'est la deuxième contre-indication provisoire, c'est quand le patient est sous traitement immunosuppresseur.
les gens qui ont la greffe d'organes ou ont une maladie sous-corticoïde de longue durée, ou bien un cancer, c'est-à-dire de la chimiothérapie ou bien la radiothérapie, ou bien ils présentent une contre-indication. Le médecin traitant l'accord, on l'accepte, on fait le vaccin. Alhamdoulilah, l'opération, cette dose, Bouhtarika Montama, sur le plan logistique, sur le plan administratif et médical. On a reçu, alhamdoulilah, des gens qui sont candidats, jaou, farhanin, ou tchkrou, sidna Allah yensrou, li waqaf ala had l'amalia, bouhad الحزم باش خدينا الجرعات من مع الدول الاولين اللي كانوا سباقين للتلقيح وان شاء الله هذه العمليه غتكون بطريقه تدريجيه حيت كان سبقنا الناس اللي في وضعيه هشه ومن مع حضور اللقاح غادي يكونوا ديك الساعه دوطخ كاتيجوري وراه هذه العمليه كتخص المغرب كامل بدينا بالفئات المستهدفة ولي زون اللي فيهم الحالات كثيرة يعني اللي عندهم واحد حالة وبائية مهمة ومن بعد راه غادي المغرب كله غادي يستفد بيان سور الفئات اللي بين فايتين 17 عام وحتى ال 75 عام فما فوق. أنا مواطن مغربي ومغربي بير. العملية دازت بخير وعلى خير ما حسينا بحتى شي حاجة الحمد لله حمدنا الله وشكرنا فهمتي والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا حنا الأولين هنا أنا راه من البارح جيت هنايا وقالوا لي رجع الغد وجيت والحمد لله هذا الشيء داز بخير وعلى خير الخاطر ديالي والعقل وباغية ندير ملي ذا البيكسر باش غادي نمشي ندير أنا الأولى إيوا سخر الله فيه وحنا زينة هادشي اللي كاين كل شيء ذي خير الله يعاونهم كل شيء خدام مزيان هنعمل المعاملة كيعملوا زعما مزيان كل شيء من الاول حتى الاخر nous sommes très heureux d'avoir participé à la campagne de vaccin de vaccination lancée par sa majesté le roi Mohamed VI ma grand-mère de 99 ans s'est fait vacciner aujourd'hui et tout s'est passé dans les règles sanitaires et protocolaires alhamdoulillah et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette campagne l'opération a été prise en charge ce matin. Oui, on lui a demandé ses antécédents médicaux et après les réponses fournies par la famille, elle s'est fait vacciner. أكد وزير الصحة خالد أي الطالب أن البلاد قد تبلغ المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا مطلع مايو. فالمغرب سيستهدف تلقيح 80% من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء. ويمكن للمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح. ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية لقاح كورونا.ma أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.